الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد بقدري مجاني عن بعد بكم في المحاضرة 20 من دورة المشروعات. في بداية المحاضرة ناخذ فوتنج عشان نقدر بس نعرف إذا كان في مشكلة. في الصوت أم لا؟ الصوت فيه مشكلة؟ لا هو أنا اللي سكت، أنا بتكلم دلوقتي مستني الناس تعمل فوتنج على الصوت دي إن شاء الله عز وجل. طيب دي نتيجة الفوتنج، أنا بس في مش كل الزملاء اللي عملوا عليها فوتنج. طيب حالا احنا عندنا 9 و8 ما عندهمش مشكلة و4 عندهم مشكلة. طب المشكلة فين؟ طيب 9 ما عندهمش مشكلة يبقى الصوت جيد يعني، 10 كمان. طيب خلاص يبقى معلش نزوم على 4 بقى، يبقى انتوا كده النسبة يعني أقل من 30%. تمام. طيب أنا اللي عنده مشكلة. طيب نراجع الله. فاحنا ان شاء الله عز وجل هنبدا دوره جديده قريب قوي، ف يعني ايه بحيث ما نعطلش الزملاء القدامى يعني. تمام. ولكن هنتحدث برضه سريعا على ايه الحاجات القديمه اللي برضه عايزين نرجع. تمام. ما يتعلق ببعض حاجات محتاجه ريفرشمنت هناخدها في سكتنا يعني، لكن الجدول ان شاء الله نعمل محاضره جديده يعني. تمام. فناخذ ان شاء الله عز وجل موضوعنا النهارده. احنا قلنا خلينا نفتكر حاجه صغيره كده كنا دايما بنبتدي بيها كل محاضراتنا زمان. دي الدايره اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت، ان هي بتختصر اداره المشروعات كلها في بلان دو تشيك اكت، الاربع كلمات دول. تمام. قلنا ان هي حلقه مستمره الى ان ينتهي البروجكت اللي انت فيزياء. لا مش فيزياء واحد. طيب النهارده هنشوف، احنا اتكلمنا قبل كده في البلاننج على البروكيورمنت. البروكيورمنت اتكلمنا ازاي نعمل بلاننج ليه. البروكيورمنت عشان نفتكر هي ايه، هي البروسيس اللي انا بشوف فيها احتياجاتي. تمام. من كل حاجه في المشروع، سواء كانت بضائع سواء كانت سيرفيس سواء كانت اي شيء. تمام. ايه الحاجات اللي انا هجيبها كلها وكل الاوت سورسنج اللي انا هشتغل فيه. تمام. الساده الزملاء الجداد انا هتكلم على السياسه كده برضو عشان تكون مفيده لي.
النظر يعني. طيب قلنا ان هنا البروكيورمنت ملهاش عمليات في الانشيشن تمام، لكن ليها في الاربعه بس جروب اللي موجودين عندي، الاخرين اللي هم في البلاننج وفي الاكسكيوشن وفي المونترنج اند كنترول وفي الكلوزنج. اللي حضر معايا متشكرين ان انت ذكرتنا. الساده الزملاء اللي باسم جيست، احنا نشرنا قبل كده على الموقع كشف الحضور للساده الحضور، وبيظهر اسمك فيه جيست، فما بنقدرش بعد كده ان شاء الله عز وجل لما يكون في شهاده اجتياز الدوره وحضورها مش هنقدر نطلع لك شهاده، لان اسمك هيبقى جيست 101 او جيست 199 كان مين؟ طبعا ده سببه ان احنا فاتحين الحضور مفتوح، بينما احنا ممكن نتحكم في الحضور. كنت 93 مش عارف شهاده مفيش مشكله، ولكن يعني ايه نرجو منك يعني ان ده يكون هزار بس يعني. طيب الحضور احنا ممكن زي ما كنا متعودين زمان، الحضور كان بيبقى بيوزر نيم والباسورد اللي بتدخل بيهم من على الموقع تمام، نظرا لشكوى البعض في صعوبه التعامل وان هم مش متعودين على النظام، فاحنا مؤقتا خلينا الناس كلها تدخل ما فيش مشكله من على الفيسبوك تمام. لكن از ويش يعني ما فيش مشكله، تحب تغير اسمك غيره، ما تحبش تغير الجيست خليك جيست، ما عندناش مشكله خالص. مش يعني انا بس انا
شيء آخر. ففي الحالة دي بتمر بالبروكيرمنت. بعد ما عملنا ابنج للبروكيرمنت يعني هنبتدي ننفذ الشيء. كان في بروكيرمنت يعني البروكيرمنت انت عايز تجيب، يبقى هتبعت للناس تقول لهم انا عايز واحد اثنين ثلاثه مش عارف ايه الحقوق الثانيه، ان انت هتوزع الدوكيمنتس واحده انه يبقى فعلا معاك حق يا استاذ مجدي. نقفل الاشياء اللي عندنا دي هتكون موصله عليكم الصوت. Thank you.
ولحد تمام، هل يصلح ان انا اجيب حد يبني سد ما مرش بيه بناء سدود قبل كده؟ خلاص يمكن الستاف بتاعي هو مين؟
الأطفال. تمام؟ لأن أنا ممكن مدير المشروع أو الطاقم اللي جايين يكون ليس لديهم خبرة في السلوك. خلاص؟ فهيحصل بعض الإيه المشكلات أنت في غنى عنها. تمام؟ شكله القانوني هتأكد منه منين؟ من ضمن مستندات البري كواليفيكيشن سعادتك إن هو بيقدم لك الاستيتس بتاع الشركة. الاستيتس بتاع كل شركة دي بيبقى عبارة عن كأنه مستخرج كده من السجل التجاري بتاعه. خلاص ليه برضه أنت بتطلبه؟ لأن أنت النهارده الشركة دي عبارة عن كيان. خلاص زيها زي أي حد، خلاص هي شخص في القانون. خلاص مش السجل، لا. لازم يجيب لك خلاص الإيه؟ السجل التجاري بتاعها. خلاص؟ ويكون كمان بيكون معتمد. مش حته صوره وخلاص. طب ليه ما ينفعش صوره؟ عشان اقول لك، لان مين يضمن لك ان الشركه دي خلاص من يومين اتنين فاتوا انت طول عمرك عارف انها الشركه دي مديرها او الشخص المسؤول او هي شكلها القانوني شكل معين. مين يضمن لك ان هم من يومين فاتوا ولا من شهر ولا من غيره ما عملوش تعديل في الشكل القانوني؟ عملوا اندماج مع شركه ثانيه. خدت بالك؟ عملوا أي تغيير في الشكل القانوني. خلاص؟ يبقى أنت بتتعاقد مع شخص ليس ذو صفة لو تعاقدت معاه. خدت بالك؟ لذلك بتطلب الأصل بتاع هذا الشيء، صورة طبق الأصل منه، خلاص أو مستخرج، بيروح يجيب لك مستخرج من هذا الإيه؟ الشيء. فأنت كده عرفت أنت هتتعاقد مع مين؟ عرفت أنت هتشتغل مع مين؟ هتحط إيدك في إيد مين؟ هتناسب مين في الشغلانة اللي أنت داخلها ده؟ تمام؟ دي من ضمن المستندات المطلوبة. المستندات أيضا اللي أنت بتطلبها منه في البري كواليفيكيشن من له حق التوقيع. تفويض بالتوقيع. تمام؟ وهو هيلتزم بيها. خلاص؟ موقعها إكس أو واي حق التوقيع. ولا ما لهوش؟ ده شيء مهم. من ضمن الاشياء الاخرى اللي هتكون موجوده في البري كواليفيكيشن اللي الراجل مديها لك، تمام، سابقه الخبره في المشاريع المماثله، لان دي بتبين لك حجم الشركه دي ايه، هتقدر تشيل مشروعك ولا مش هتقدر تشيل مشروعك. من ضمن الاشياء ايضا اللي بيحطها لك قائمه المعدات. تمام؟ قائمه المعدات ومكانها فين؟ ليه الواحد يقول لي ليه مكانها فين؟ هقول لك بمنتهى البساطة، أنت لو عندك مشروع في أفريقيا مثلا، خلاص؟ المشروع ده مستعجل، مدته سنة. تمام؟ لو دخلته إحدى الشركات الأجنبية، خلاص؟ وجات قالت لهم أنا هجيب معداتي من مثلا من بلد أخرى. خلاص؟ طيب. بناء على الاسامبشن ان هم هيجيبوا عند من بلد اخرى ده، حسب هيجيب معداته دي في قد ايه؟ هينقلها نقل بحري، والوقت بتاع الافراج عنها وخلافه، كل ده هياخد منه ايه؟ وقت. الحاجه كمان المهمه اللي بتطلبها منه في البري كواليفيكيشن التيرن اوفر بتاعه. تمام؟ حجم العمل اللي هو بيشتغله. ليه بقى حجم العمل اللي هو بيشتغله ده؟ النهارده سعادتك هتيجي تشتغل مشروع. هذا المشروع وليكن قيمته 100 مليون جنيه. خلاص؟ ال 100 مليون جنيه دول الراجل المفروض هياخد منهم دفعه مقدمه مثلا ولتكن 10%، خد 10 مليون. خلاص؟ وبدا يشتغل. تمام؟ شروط الدفع عندك ان انت هتدفعه بعد شهرين من تقديم المستخلص. تمام؟ يبقى هو خد شهر عمل في الشغل. والمستخلص وبعدين انت بتراجع بتاخد مده مراجعتك اذا كانت هي في حدود في داخل الشهرين والكلام ده، يبقى انت بتديله المستخلص تقريبا بعد فتره حوالي 3 شهور، من 3 شهور لشهرين ونص. طيب الراجل ده لما هيبتدي يشتغل هتبتدي تلاقي ان انت اديته في جيبه 10 مليون في الاول، لكن طول ما هو شغال بيصرف منهم. هتيجي لحظه من اللحظات، خلاص ده ايه الامر الطبيعي الى حد ما، هتلاقي ان هذا الشخص جه في وقت عامل لك شغل ب 50 مليون. تمام؟ بينما اللي هو قبضه فعلا
في ايده او الفلوس الصافيه معايا، فهي مؤشرات خلاص نتيجه ان الكاش فلو اللي بيسمع الكلام ده اول مره يقول لنا الكاش فلو لو حد سمعه، نتيجه ان الكاش فلو بتاعه مكشوف، الكاش فلو المشروع مكشوف، يبقى هو حقيقي هيدفع من جيبه. يبقى لازم تعرف ان هذا المقاول او اللي داخلنا في هذا العقد يستطيع ان هو يقوم عن طريق التيرن اوفر بتاعه. وكل هذا الكلام بيبقى فيه بوينت سيستم معمول خلاص، ببتدي احط كل واحد البوينتس بتاعته خلاص حسب كل طلب انا ضربته في البري كواليفيكيشن. تمام، ويبتدي نظام النقاط دوت، اشوف مين من الناس اللي جايبه اعلى نقاط خلاص، وهم دول ببتدي احط الكاتيجوريز اللي انا محتاجها والكاركترستكس اللي انا هختارها على اساسها، اللي واخد درجه كام من كام وهكذا. يبقى انا ده عملت بعدها الكواليفايد ليست سيلر ليست. تمام، طيب انت طرحت البري كواليفيكيشن، قلت للناس انا عايز بري كواليفيكيشن مشاريع تكون اشتغلت مشاريع مماثله وما تقلش عن ثمن معين تكون اشتغلتها و و زائد كمان من ضمن البري كواليفيكيشن بتطلب منه شهادات اتمام الاعمال، ويقول لك المشاريع اللي بعد كده يديلك الشهاده اللي بتثبت ان هو خلص الشغل وان الكلاينت ساتيسفايد منه. استاذنكم بس. طيب بيديلك كمان معلومه مهمه قوي، بيديلك المنازعات القائمه بينه وبين الاخرين من ضمن الشكايات. خد بالك شوف ان احنا كل كلمه كواليفايد سيلر ليست دي قد ايه مهمه. بيديلك لسته خلاص بالمنازعات القائمه بينه وبين الاخرين. ليه؟ لان انت ممكن تتفاجئ ان الشركه دي بينها وبين اخرين منازعات قد تؤدي لان الشركه دي تنهار. يبقى من البدايه هتبتدي تحسب شويه حسابات تقول لك لا ما تدخلش الراجل ده البري كواليفيكيشن. موضوع الكواليفيكيشن سيلر ده والبري كواليفيكيشن ده موضوع طويل جدا. تمام، وفي رسائل يعني مش حاجه قليله. تمام، يعني دي كانت ضوء سريع على البري كواليفيكيشن خلاص، ويبقى لها تقييم وبعدين تبتدي تاخد من الناس بالترتيب وتدعوهم لان هم يكملوا معاك، واللي ما بتاهلش ما بتدخلوش. دي برضه انت القانون عندك بيقول لك اللي بتاخد الاقل سعر. طيب افرض اساسا هو ما كانش ينفع، يبقى انت لازم تقوش الموضوع من الاول تمنعه عن طريق البري كواليفيكيشن. تمام؟ طيب ليه يبتدي؟ انا عايز من الحاجات المهمه جدا يا جماعه، انت مش مدخل المقاول او مدخل اللي جاي يعمل لك بروجكت مش جاي عشان تخليه يفشل او مش جاي تعقد له اختبار. معلش استاذنكم بس اشرب عشان الصوت بس ما عادش هتاخد ان هو قطع يعني. المشاريع، طب ايه، طب ده سابقة المشاريع كفايه؟ لا،
واصنع عليه الشهور كذا. طب ايه السبب في ده؟ الراجل ده خد شغل اكتر من الريسورسز اللي عنده. يبقى انت بتطلب من اللي جاي لك ان يقول لك الريسورسز بتاعته ايه؟ اللي هي بقى معداته والطقم البشري اللي عنده، واذا كان المشروع فيه حاجات تانية توريدات معينة برضه بنحط بعض الاشتراطات عشان تقدر تقيم. بيعطيك لك المشروع ده نسبته خلصت فيه كذا تمام وحجمه كذا خلاص. ومش بس انا مش عايز اقول لك ان انت يعني ممكن ندخل لتفاصيل اكتر من كده في البري كواليفيكيشن حسب خطوره واهميه المشروع تمام. هناك شركات مقاولات كبيره جدا جدا خلاص لا تمتلك معدات خلاص، ويمكنها لأول مرة. أنا هديكوا فرق، أنا يعني فرق تجربتين خدتهم. الدول الفرنكوفونية ودول أفريقيا اللي إحنا بنعتبرها دول يعني إحنا بنعتقد نفسنا متقدمين عنهم، للأسف الشديد هؤلاء الدول في هذه النقطة عندهم سيطرة عليها. ملف البري كواليفيكيشن والتندر دوكيمنتس اللي بتطلع من عندهم بيها من التفاصيل ما يكفي لان هو يطمن ان الشخص ده هينفذ المشروع صح. بينما دول الانجلوفون تمام في اغلب الاحيان كل اللي انا بقوله ده واللي انا بحكيه ده خلاص قد لا تجد له اثر، وبيرسم المشروع على السمعه ده شركه كذا. طب انا ايه يعني شركه كذا؟ انا ما بشتريش اسم، انا مش عايز اسمه، انا عايز هو النهارده وضعه ايه؟ واخد شغل اكبر من حجمه، في ناس بتاخد الشغل وما تبقاش عارفه. في قانون النهارده ولا اعرفش ده كده. في قوانين موجوده ولكن في نقطه مهمه ايه هي؟ ان هم ماشيين شويه على كتير على فكره، يعني عشان ما نمدحش الطريقه الفرنسيه على الطريقه الانجلوساكسونيه، لا لها عيوب كثيره، لكن هم عندهم في الحته دي في البري كواليفيكيشن بيخشوا في تفاصيل في ما يخص توفر المعدات وخلافه، بيخش فيها حتى في تفاصيل في البرنامج الزمني بعد ذلك، على ان شاء الله يمكن نتطرق لها يعني تمام. يبقى اذا انت البري كواليفيكيشن دي شايف هي سطر هي هنا بس شايف هي مهمه قد ايه؟ تمام؟ ضاع من غيرك مشروع ضاع، مشروعك ضاع لو رحت اديت المشروع لحد ايه غير مؤهل. انا يهمنا ان الناس تبقى فاهمه المشروع، يهمنا ان الناس يبقى عندهم لو في اي حاجات غامضه عليهم ان احنا ايه نشرحها لهم ونوضحها لهم. عشان كده بنعمل حاجه اسمها فيندر كونفرنس او بيدر كونفرنس. ودي حاجه بنسميها تريبل ايه؟ كونفرنس. خلاص؟ ان انت بتجيب الناس قبل ما تبتدي تحط لك العروض الاسعار بتاعتها وتقعد معاهم يطرحوا اسئلتهم تكمل انهم فاهمين، بس انت مش جاي عشان تختبرهم ولا جاي توقعهم، انت جاي عشان تاخد منهم خدمه. هما الطريقتين، الطريقه اللي الناس ماشيه عليها في الدول الناطقه باللغه الانجليزيه، والطريقه الثانيه اللي الناس ماشيه عليها في الدول الناطقه باللغه الفرنسيه. خلاص مستندات ده غير مستندات ده. الاثنين مش زي بعض. تمام؟ لما تيجي تعمل عقد في دوله زي مثلا السنغال هتلاقي دوكيمنتس مختلفة مش اللغة، الدوكيمنتس نفسها مطلوبة منك مختلفة عن الدوكيمنتس اللي إيه المطلوبة في مكان آخر. طيب إذا أنت النهاردة دعيت الناس دي وعملت دلوقتي كونفرنس وطمنت إن الناس فاهمة مشروعك اللي عاوز بريك كواليفيكيشن، طيب بعد كده بقى بتعمل زي سيستم عشان تبتدي تقول مين اللي انا اهلته، وبيبقى السيستم ده ليه بوينتس وتطلع مين اللي ايه اللي خد اعلى بوينتس. طيب نبتدي بعد كده اعمل حاجه انا الناس دي هتبتدي تدي اسعار وخلافه، تعمل حاجه اسمها السكريننج سيستم. افادته ايه؟ خلاص كانك بتغربلهم بقى، بتشوف تاخد مين فيهم
خد بالك نتيجة الايه الفريكوريفيكيشن بتاعته حتى ممكن يكون كانت ايه ظروفها، خد بالك نتيجة الايه بعد كده نتيجة الثمن اللي هو عظيم. طيب كل بقى واحد يعني الموضوع ده ملوش قاعدة، كل بقى انت راجل اونر خلاص يعني انت الاستشاري حاطط لك شوية رولز هتختار بيهم خلاص، فبتمشي على هذه الايه مثلا الرولز اللي متفقين عليها للايه للمشروع خلاص، وتبتدي تعمل رانكينج للايه للشركات اللي اتقدمت لك على هذا الايه الاساس. طيب الراجل راح كده فجأة للكونتراكت اوورد اند نيجوسيشن، لا ده احنا هنقول ايه بقى؟ هنقول ان وانت بتطرح الدوكيمنتس يا جماعه والكلام ده من الحاجات المهمه خلاص، من الحاصل او اقل طيب. اذا بتيجي تقول له لما تيجي انت النهارده عملت بريك كواليفيكيشن ودعيت الناس للتندرنج بتاع التندر، فعند الفترة دي لهم أي أسئلة عايزين يسألوها بيبعتوا لك على الفاكس أو بطريقة رسمية أخرى، وتبتدي تجاوبهم بطريقة إيه رسمية وهكذا. طيب أنا عايز أوصل بقى لأن أنا صدرت البري كواليفيكيشن وعايز أبتدي أروح لتنفيذ المشروع، خدت بالك؟ بعد كده عشان اروح لتنفيذ المشروع الخطوات بتاعتي اللي هي الايه الكونداكت بروكيرمنت، ان انت تبتدي تبعت لمثلا محل اقامه بتدير هذا الشيء مثلا، وليكن ناخد مثال لمحل مثلا او حاجه يعني سواء كانت اكبر او ابسط، بتبتدي انت اخترت بتبتدي تقول انا هطرح الدوكيمنتس اللي هي بقى فيها تفاصيل المشروع. ليه؟ لانك في المره الاولى في البري كواليفيكيشن انت بتديله بس فكره عن المشروع، تقول له دي بري كواليفيكيشن لمشروع مستشفى مش عارف مثلا 1000 سرير، ملوش دعوه بقى التفاصيل اللي جوه، دي بري كواليفيكيشن لمشروع طريق هيمتد من كذا لكذا، ملوش دعوه بالتفاصيل بقى. لكن في التندر بقى بتديله التفاصيل، اديت له الكميات بتاعت الموضوع، اديت له بعض المعلومات عن التجارب يا استاذ التربه اللي انت اخذتها وخلافه، دي مش المفروض ياخدها كل الناس، دول بياخدوها بري كواليفاي. الناس خدت الدوكيمنتس بتاعتك وبعدين جم بعد كده قدموا لك اوفر. الاوفر من الاخطاء برضه السائده لما تطلع الدوكيمنتس بتاعتك خلاص من عندك تكتب له فيها واضحه وصريحه ان سعادته لما يجي يقدم لك الدوكيمنتس يكون راضي على كل صفحه حتى لو انيشال وخاتم كل صفحه. تمام؟ ليه؟ الكلام ده ليه احنا بنقوله؟ الكلام ده بنقول لك لان انت هتيجي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتيجي بعد كده لمرحله نيجوسيشن. الراجل ده انت اديته دوكيمنتس وادالك سعر بناء على الدوكيمنتس دي. الدوكيمنتس دي كانت بتقول له انا عايز الديان وصفته كذا. خلاص هو هيحط لك سعر. جيت انت بقى بعد ما بدات تفاوض معاه خلاص انت اعتبرت فاوضت معاه وده الراجل ده حاسس بقى ان هو طالع الاول في العطا ده واخد المشروع خدت بالك، فيجي يقول لك انا لا نوع الديان ده انا مش حاطط سعري على اساسه. تقول له ازاي؟ يقول لك انا ما فيش، ده هو راجل طيب يعني وقال لك كده من مرحله النيجوسيشن ده ممكن يقولها لك قدام. خدت بالك؟ طيب المهم فالدوكيمنت دي لازم تبقى مختومه ومنضيه او حتى انيشال، ليه؟ تثبت ان هو قراها وده هو عقد. ده يا جماعه عقد حتى لو انت ما وقعت. الكلام اللي خدناه فيه الهيومن ريسورسز وازاي بنعمل النيجوسيشن سكيلز ده ينطبق برضه وانت بتعمل نيجوسيشن في ايه؟ في الكونتراكت. طيب في الكونتراكت بقى المواضيع اللي احنا خدناها دي اتكلمنا على الاكسبتنس كريتيريا، البوندز يعني ايه بوندز برضه للناس اللي ممكن تكون سمعها لاول مره. النهارده انت راجل جه قال لك انت خدت طرحت مشروع وليكن تنفيذ السد، خلينا ناخد السد ده مثال. قلت لهم يا جماعه انا عايز العرض اللي هتديهولي ده، انت بتقول لي انا هجهز لك الحاجه دي ب 100 مليون جنيه،
النهارده جاب 100 مليون جنيه دوت يفضل ساري وشغال، ان انا عبال ما هعمل اناليسيس للدوكيومنتس اللي جاياني وارسي العطا ده على حد هاخد عيونين ثلاثه، ما تجيش تقول لي السعر اتغير. خدت بالك؟ او تيجي تقول انا مش هنفذ. فبيبقى في حاجه اسمها التندر بوند. التندر بوند ايه هو التندر بوند؟ التندر بوند ده اللي هو خطاب نوعان خلاص بيعفي لك او يؤكد لك ان الشخص اللي مقدم لك عرض سعر ده سيلتزم بتنفيذ المشروع بهذا الايه الثمن ولن يتلاعب بيك في مرحله الايه الكونتراكت ريليشن. تمام؟ انا بس احنا ايه عشان الكلام كتير اللي احنا بنقوله ده خارج المحاضره الكتاب هو في صلب موضوع المحاضره. فانا بس ايه احتاج عشان حتى لا نسهر في الموضوع ده بالذات لانه ممكن ياخد وقت. هنشوف راي الزملاء ايه في هل نكمل الاستفاضه في هذه المواضيع بحيث انها تنتقل لها بعض الخبرات العمليه ولا ناخد الكتاب استفاضه. أم حدود الكتاب؟ أنا أملك هولدنج. معلش يعني استاذنكم ان انا اكمل في هذه القصه الاستفاده عن حدود الكتاب عشان بس ايه لو في زملاء من الزملاء المستعجلين. خلاص نكمل. طيب هنكمل ان شاء الله عز وجل على طويل يعني هنحاول نلغي الدور باستفاضه. طيب في بقى شوية مسميات كده خلينا هناخدها واحنا ماشيين خلاص اللي هي بيقول لك مثلا في حاجة اسمها رينت اوف توتال اسامبشن خلاص دي نقطة يا جماعة خلاص نقول فيها ان هي النقطة اللي بيبتدي بقى فيها خلاص اللي بتبتدي تحمل تكاليف يعني هم اتفقوا على مشروع بسعر ثابت معين وقال له والله لو زاد عن هذا الثمن انا هتحمل نسبه 20 وانت 30. فالتوتال كالبوينت والتوتال اسامبشن اللي هي بتبقى البوينت اللي بيبتدي عندها اللي شاري الشيء او اذا كان هو الاونر يعني بتاع المشروع بيبتدي عندها يبتدي يتعمل في الايه نسبه من الايه التكلفه. اتحمل نسب معينه من ايه؟ من التكلفه. هناخد مثال عليها خلاص. عندنا الاثنين اتفقوا على ان في حاجه اسمها الشير ريسيو بينهم خلاص هتبقى 75 25 خلاص عند نقطه معينه. خلاص ناخد نقول بيقول لك ان هم اتفقوا على ان هم يبنوا مخزن والسينج برايس بتاعه سقف البرايس بتاعه يعني اعلى حاجه يتكلفها هي ايه 100,000 خلاص والتارجت برايس هو 90,000 يعني احنا عاوزين نوصل ل 90,000 يعني خلاص. طيب واتفقوا ان التارجت كوست خلاص تبقى 80,000 دولار
من الكوست اللي تزيد عن الايه؟ عن التارجت. تمام؟ فقالوا هنا ياخذ التارجت كوست زائد السيلينج برايس، ناقص التارجت برايس على التايرز برسنتج اوف شير. اشوف التايرز برسنتج اوف شير خلاص تطلع 75%، يبقى هو يتحمل 75% من هذا الايه؟ الفرق اللي هي بتحصل، اللي هي دي بتديني البوينت اوف توتال ايه؟ اسامبشن. تمام؟ اتكلمنا عليها دي قبل كده. الايكونوميك برايس ادجستمنت بنقول ان تغيرات السوق هي تغيرات في السعر ممكن يطلع ويعلى، وخلي بالك انت بتحط معادله بتطبق عليها فيها فاكتورز، في موجود فيها معدل تغير الاسعار، خد بالك. وبتصدر مثلا في بعض الدول من حاجاتنا مثلا لجهاز الاحصاء، خد بالك، والمفروض ان هي بتظهر كل شهر ولكن بتظهر كل 3 شهور بصفه ايه؟ نهائيه يعني. طيب لو انت الراجل بقى ما حققش التارجت فبتدخل في الغرامات والليكويديتد ايه؟ دامجز. طيب وانت في هذا السيستم برضه ما تنساش وانت شغال في الكوندكت بروكيورمنت ان انت تبص على الكونتراكت تشينج كنترول هتمشي ازاي، ولو حصلت مشكله بينك وبين هذا الموقع ازاي يبقى عندك ايرلي ترمينيشن تخلص الموضوع وتنهي الايه التعاقد. بعد ذلك انت النهارده اخدت بالك من كل النقاط اللي فاتت وعملت بريك فيريفيكيشن وجبت الراجل وطلبت الكلام ده كله خلصته خلاص. طيب انا عايز اخد بقى الفاينل ايه؟ اكسبتنس، القبول النهائي للعرض، خدت بالك؟ فببتدي بناء على المفاوضات اللي انا عملتها قبل كده وبناء على المستويات اللي عندي ببتدي اقول للراجل ده خلاص يلا نعمل الايه؟ العقد. طيب مش احنا هنكون وصلنا، احنا كل ده كنا بندي تفاصيل عن العمليه. ادي العمليه اهيت ان هي كوندكت بروكيورمنت. هتلاقي الانبوتس بتاعتك ليها، انت محتاج تدخلها ايه؟ انت اول حاجه قلنا زمان دايما نفكر احنا عاوزين نطلع ايه؟ عشان نشوف احنا عاوزين ندخل ايه؟ خلاص؟ انت عايز تطلع خلاص؟ طريقه تختار بيها ان اول ما يجي او الباقي اللي هيجي، انت محتاج تعمل ايه طريقه وتطلع منها الايه؟ السلكتد ايه؟ بيبول دول. ومحتاج تعمل طريقه للايه؟ الاوردنج، هتعمل اوردنج للناس الكونتراكت ازاي؟ البروسيجرز بتاعتك. ويكون عندك ريسورس كمان ده عشان تبقى مطمن تماما ان الراجل اس اي جي عنده معدات تكفي المشروع لخلصه. طيب اذا دي كلها الاوتبوتس بتاعتك. بنقول ليه الاوتبوتس في الاول؟ لان دي هتدل لك على ايه الانبوتس اللي انت محتاجها. الانبوتس بقى محتاج البروجكت مانجمنت بلان ليه؟ عشان تطلع بقى الحاجة، عشان تبتدي لمقاول من الضغط. ونحتاج للبروكيرمنت دوكيمنتس اللي هي مثلا الريكورد او الاوراق خلاص اللي هي ايه؟ هيديها لك الايه؟ الشخص اللي هيبتدي يقدم على المشروع عندك عشان يشتغل. كمان محتاج تدخل، طب انا قلنا كل ده في العمليه دي كنا بنحكم على الناس، يبقى انت محتاج تدخل له مدخلات، تدخل له حاجه اسمها سورس سيلكشن كرايتيريا اللي هو انا هختار المقاول ده بناء على ايه. طيب بيبقى عندك ايه كواليفايد سيلر ليست ممكن تكون موجوده في الشركه فبتاخدها معاك، ولكن بتعمل البريكوليفيكيشن بتاعتك هي الايه؟ الاساس، مش الاساس العمائل الشركه بتاعتك. كتبت دوكيومنتس نفسه بقى، التفاصيل بتاعت المشروع،
decision. خلاص وقلنا ازاي بالايه بناخدها. طيب بعد كده ايضا انت محتاج تدخل له لو انت الموضوع ده سيرفيس وهتاخد درس ناس مهندسين منه وهكذا، فمحتاج ايه المهندس ده هحسبه عليك في اليوم بكام؟ ليرنينج الموجوده ايه عندك؟ التولز بتاعتك انك ممكن تعمل دينر كونفرنس وتجي وتتكلم معاهم، ممكن تعمل انت بروبوزال جديد للايه؟ للكريتيريا بتاعت المشروع من وجهه نظرك. ممكن تجيب اندبندنت تيست مهم علاقه بيك خالص، تمام؟ يبقى مديلك اندبندنت استيميت، يعني انت دلوقتي زي تقدير الاستشاري. الاستشاري ده بسميه اندبندنت استيميت. ليه؟ النهارده انت قبل ما حتى تطلع التندر لازم تبقى عارف هتكلف كام، فبناء على السبيكس اللي عندك وبناء على الاشياء بتخلي الاستشاري يعمل قيمه تقديريه للايه؟ للمشروع، تمام؟ ليه بقى قيمه تقديريه؟ فائدتها في احد المرات خلاص جاني ثلاثه العطا وانا ما بخلوش الا ثلاثه، وبعدين تفتح الدوكيمنتس بتاعت الثلاث شركات خد بالك تشعر ان هم ناقلين من بعض نقل مسطره. يعني اذا شبه التواطؤ موجوده، خدت بالك؟ وكنسلنا هذا العطاء خلاص، وكان فعلا وجهه نظرنا صحيحه، واكتشفنا بعد ذلك ان كانوا ثلاث شركات عاملين هم وناس اخرين اتحاد كده في هذه البلد ضد دخول اي حد غريب ليها، خدت بالك؟ فكانوا وقفوا بعراقيل قصاد اي سور جديد او اي شركه جديده تدخل السوق عندها. طيب اكسبرت جادجمنت اللي هو اللي هيحكم عندك بالخبره انت محتاجها عشان ايه تشوف تعمل ايه في الايه في الكوندكتور ريكويرمنت. وبعدين انت محتاج اعلانات او ادفرتايزنج، ومحتاج فريق متكامل يشتغل على الايه الماركتنج بتاعك. طيب الناس دي في الاخر بقى او الايتمز دي كلها لما تاخدها وتظبطها كلها مع بعضها هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك سيلكتد يعني قايمه فيها الناس اللي كويسين عرفتهم. خلاص هتطلع لك بروكيرمنت كونتراكت اورز. خدت بالك؟ والله الناس فعلا هتاخد شهادات وممكن الشهاده تتسلم من احدى ايه؟ الكليات. هتطلع لك ريسورس كالندر. خلاص تمام؟ هتطلع لك الايه؟ التشينج ريكويست. هتطلع لك البروجكت مانجمنت بلان ابديت، هتطلع لك البروجكت دوكيمنتس ابديت. تمام؟ لكده احنا نكون وصلنا لنهايه الكوندكت بروكيرمنت، ولكن يجب ان نضيف شيء مهم جدا وهو يا جماعه الموضوع تخلي بالكم. هندي لكم كده كام مثال من الزراف. في احد المشروعات كانت مده المشروع 9 اشهر كمرحله رقم 2، ومده المشروع كانت كل 9 شهور، والمرحله رقم 1 كانت 3 شهور. وقام بعض الناس بالتسجيل هنا من نفتح الدوكيومنتس بتاعتهم، وجدنا ان هم بالنسبه لهم عاملين المشروع مش 9 شهور، يعني كان 6 شهور بعد سايبين المرحله الثانيه. هم افترضوا ان في المرحله الاولى 3 والبروجكت بتاع از هول 9 شهور، جمعوا الاثنين على بعض واعتبروا من مده 12 شهر وعملوا السيرفر بتاعهم على كده، وحضرتك قابلته في مستندات العطاء، فده اعتراف ضمني منك انك قابل ان الراجل ده ينفذ في 12 شهر ما ينفذش في الوقت الوجيز اللي انت ايه اللي انت بتكون حاطه. تمام؟ طيب احنا بكده ان شاء الله نكون وصلنا لنهايه المحاضره. احنا عايزين نعمل حضراتكم شورت كده ساعه او ساعه ونص. لو في اي استفسار، لو في حاجه مش مفهومه، فاحنا تحت امركم. غدا 8:30 صباحا.
مفيش أسئلة يبقى هنقفل لو مفيش أسئلة. إن شاء الله تكمل معانا مفيش مشكلة، وهنرجع للقديم. محاضرات المهندس أحمد مصطفى إن شاء الله يا باشمهندس أحمد، هنحاول ندي محاضرة يوم السبت كمان. عارف إن أنت مستعجل. خلاص؟ يعني فاضلنا 3 محاضرات من 3 لـ4 محاضرات كده أهوت إن شاء الله، وننهي هذا الجزء ونبتدي ندخل على حل الامتحانات. ماشي، أنا معاك يا أستاذ باشمهندس إيهاب. هندي محاضرات للعمليات الحسابية، لكن هتبقى من ضمن محاضرات الامتحانات اللي هي حل الأسئلة. إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. سبحان يعني أنا طبعا إيه، أنا في المحاضرات الليلية ما بقدرش أطول مدة المحاضرة يعني، لأن أنا كده سهران عشان أدي المحاضرة بأمانة شديدة يعني. تمام، فأنا موعد نومي عدى مثلا من 2 ساعة ولا حاجة. جزاكم الله خير جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاك بكرة، معاك دوت يعني، خلاص نبقى نبدأ مفيش مشكلة. خلينا بكرة إن شاء الله نتفق ونقول في محاضرة السبت كمان ولا لأ؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك، نحمد الله.